سلام، أنا رجاء. رجعت لكم بفيديو جديد. صلوا على النبي ويلا نبدأ. طبعا صار لي يمكن أسبوع مختفية بسبب أنه جوالي كان خربان، والحمد لله أنه صلحته. وحبيت أني أرجع لكم بفيديو أني أراقب الناس وما بالبيوت زي ما أنتوا طلبتوا وحبيتوا. زي ما أنتوا شايفين أول ما دخلت هنا كان يحفون في ناس. خلينا نراقب دول. هاي إلا عصيري، لا قلت له من هنا عاملين يعني فيلم، ما ادري ايش قاعدين يسوون. ما حد يقترب منهم. وش هذا يعني؟ ايش سوى يعني؟ ايش يصير اذا اقتربت؟ يعني حالة ما بالبيوت حالة. هنا حريق، وهنا ناس ما ادري ايش كاتبين، وهنا ناس مجتمعين، هنا ناس قاعدين يتهاوشوا عشان عصير. ايش ذا؟ عصير. هنا كثير تبيع عصير. ليمونادة. حلو. هذا ايش فيه يحط ايموجي في كل كلمة؟ اما ذايق الخنزير من جد يعني. ايش كيف يكون طعمه خنزير؟ مو كيف عرفت طعمه؟ خلينا نروح ناس قاعدين مجتمعين. خليني اروح اراقبهم. راح ادخل بيتهم من ورا عشان ما يشوفوني اهم شي. يلا ادخل ادخل بليز. مو براضي. دخلت. اوكي خلينا نروح ننزل ونشوف ايش قاعدين يسوالفون فيه. ماي جاد شافتني. ايش قاعد تقول؟ خلينا نطلع ونشوف ايش قاعدين يسوالفون. مجسس سلامتك. انا بطلع توصون سلامتك. ليش تطلع لما انا جيت يا بنيتي؟ ما علينا، نشوف وش تاني فيه. شقق، لا اسمها شفق. شفق حلو الاسم. مرحبا، انا اسمي شفق. شفق شفوقة. كان صديقتي اسمها شفوقة. كان حاطة بيت كريسمس. ايش تحتفل بعيد الكفار؟ استغفر الله العظيم. مين تكون امي؟ انا احمد. وينك يا احمد؟ اكون امك. وينك؟ شوفوا هذا، انا لقيت سمك. سمك القرش هذا ولا ايش؟ شوفوا هذا ايش قاعد يسوي. ها قليلين الادب. ادب من هنا. تعال معي عندنا، ود أدبك. لا خلي ما علينا منهم. ميكل أبو عظمة. خلينا نروح بيته، هذا شكله عنده فعاليات. بخر أنت يا الله، هذا الحقني. أقول انقلع يما، أنقذوني ساعدوني. خذ منه يما. يا ذيل هذا النسبة يا عمي. طير نراقب هذول ايش قاعدين يقولوا. هاي كيلي، شوف كيف قاعد يتكلم كيلي. يما شافني. ميكل زرانية جدكم زرادية. بعد راح يذبحك الغبي. دحين راح يذبح هو. انت شفته؟ يا حرام حرام. اهربي اهربي. دون دراما. ميكل عظمة ايش ده؟ هذا السيد الحين يقتل ولا ايش من جد يعني؟ ولا بس كذا هبل يعني؟ ادري الناس ليش يستخدموها.
يا الله الناس رامين يا جماعة. أقوى فيلم ممكن تشوفوه في مواب البيوت. دهين راح يذبحوا مرة ثانية. ذبحوا في البيت قاعد ترقص هناك. شوفوها هاي جماعة، هذول لازم نراقبهم. يا ولد انت امس خليني اروح ادخل البيت. بغي انت اروح ايش يعني، ايش اسمه يعني كذا. شو ايش قاعدين قاعدين يلعبوا باللعب. قاعدين يلعبوا عندهم سالفة. بسم الله شافني. خلنا نروح نرجع لهم يعني. بسم الله من اللي يكون هذي كان؟ لا هذي شام. شام تعي لهون تعي. نروح نشوف محمد. تريدون تسوون بيت اقعدوا بيها. شنو هذا؟ شلون نيت هني؟ يعني ما لقيتي ولا واحد الا ذا؟ ها 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 ها. صراحة وانا ما يشرفني اني اصورهم اصلا. عندنا دول مزة الحارة مقطع قلوب الناس. نشوف صدق مزة. بعد ما تردين شي، بعد ما تريدين شي حجية. احنا نتكلم معاها حجية. شكرا عمري. عفوا انا قاعد اكلمكم هني. شنو هذا الوقاحة اللي فيكم؟ عيب عليكم. انا قاعد اتحكى وياكم بس انتم ما تريدون تردون علي. هذا شقد طويل كذي. جات يا جماعة. شو كيان هاي؟ هي ايه كيان؟ شو تريدين كيان؟ شنو اللي يضحك؟ ليش تضحكين؟ شو قالت؟ نتفة. اي اني نتفة. شلون نتفة؟ اخيرا شنو اخيرا؟ يا الله يا ريت تخبيت بيتها ورحت راقبتها. خلينا نراقبها من ورا. يا الله مكفول. ايش قاعدين يقولوا؟ اعدل الباب. شك يما يما جات كان هذا شام. شوف شام قاعد تراقبهم بعد. يا النصابة شو تريدين من كيان؟ شو قاعد تراقب. خلينا نخش بيتها بسرعة بسرعة بسرعة. بليز بليز دخلني. بليز بليز بليز. دخلت يا جماعة دخلت. او ماي جاد وينهم؟ ردي. شوف ايش قاعدين يقولوا. ها ما اشوف كيف ما قاعدين يشوفوني. لو جيت كذا ما حيشوفوني ترى. يما يما شافتني. يما يما لازم اطلع بسرعة. الحمد لله ما ذبحتني. انا من هذا التمثيلية. يما اخي ايش عم تخوفيني يا اخي؟ ايش بيك انت يعني؟ يا تراقبين يا تمشين. ايش قالت؟ ها اي اكلم فاطمة. يلا الحقيني واني الحقك.
خير انت، انت بشكلك ذا رخم وجهي. ايش هذا السكين الغريب العجيب؟ والله معلش لازم اطيح. يعني ايش اموت كذا بالرشة؟ انا بصير دكتور عشان الفلوس. حطي فلوس. الله فلوس. انا بصير دكتور عشان فلوس. امي وابويا باختصار. كيف تمشي؟ ما شاء الله. فلوسي رشيقة ما شاء الله. فلوس حقي. يلا يلا خذوا مني هدية كمان. خليني ارشكم بالفلوس. اقول خذي بالعافية. فلوس فلوس تنس النفوس. فلوس فلوس اهم من النفوس. واو فلوس تنس 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 الفلوس تنس النفوس. ايش ماذا قاعد تتمشى؟ ايش هذا قطوة ولا ايش ذا بالضبط؟ فار كأنها فار. قومي يا بنت الفلوس حطي، يعني انا راويك. تعالي سيرفر تاني. شو هذه القطوة؟ يزون بنت مزه. مياو مياو. عادي فلوس دنيا. شوف كمان كيف تمشي. سيارتك احترقت، يلا روح. تبين تونة يا زيتونة؟ هذي تضحك. ما بروح اصلي غير متصل. ما حد يبيني، تراني مجانا. ما حد يبيك. يلا هذي قطة ولا ايش بالضبط؟ اختفت طلعت. لا والله اخذوها هناك. يا كيوت يا بس. تكبر اكبر مني. شحن كيوتا. شوفوا هذا الكهذا. اسمعي خلينا نراقبهم. ترى مو مبينة. شوفوا انا مو موجودة. هلا. تعرفي تسوي نفس سكنات العالم صح؟ سكنات العالم كيف يعني؟ يب. تعي. يعني تختار سكين وتسوي. خلينا نشوف الطريق لانه انا ما اعرف. سوي نفس ذا. مين تبغى؟ نشوف كيف تسوي. نراقبها. شيمو. شوف سكين شيمو. حلو حلو يستاهل. يلا سويها. اوكي كيف بيعرف؟ مخر انت. استنى هالشكل شكله مدري غريب. شاف الشكل. يلا انت كمان سوي. تبي تسوي سكين زي هذي. شوفوا هذي. شوفوا سوت كيف. وريني بعرف كيف. واه شوف قلدتها. واه كيف سويتيها؟ كيف سويتيها؟ ما خلاص بعدين اعرف. بعدين يبيع بيتزا الحين. الله يرزقكم الله يرزقكم.
خلينا نسوي سكين مضحك كذا وحلو. انا هذا اي شيء اختار شيء عشوائي. هذا هذي لا خليني اختار لون عشوائي كمان. هذا لا اللون لازم لون اللون لون انسان. اوكي هذا ليش ما راضي تسوي الا تسوي ملابس. هذا وبلوزة هذا ترى ايش رايكم بسكني. ابغى بيتزا. ابغى بيتزا مجانا. هات بيتزا هات بيتزا. يما شنو هذا؟ يا ريت لو اقدر كذا يعني اسوي مع البيوت انه هذا السيف تشتريها مثلا بروبوكس مثلا بسبعين روبوكس بعدين فيك تضبط للناس اللي تبينه. والله مرة حلو يكون يعني. يا ريت يسووا هذا التحديث انه يخلوا سيف بروبوكس واذا رحتي على الناس كده مثلا تتبعيهم. والله لو كان بألف روبوكس اشتريها طول الوقت ادخل واروح اذبح الناس. فكرة حلوة يعني يا ريت يسوونها يعني. ما اعرف متى يعني يتطوروا ويسووها يعني. المهم كذا راح انهي الفيديو. ولو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك زر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى منكم انه ما تسووا هذا السكن لانه صراحة السكن مو حلو. وتابعوني على الانستغرام وبس. احبكم. باي.